هذه القصيدة من كلمات الشاعر محمد نور جريبيع الداموك الرشيدي، مهداه إلى الشيخ مسند بن ردين بن بداي بن حمد القلادي الرشيدي بمناسبة زواج أبنائه محمد مسند وأحمد مسند، ومن آداء كل من أحمد الداموك ومسفر الرشيدي. يوم استوى حبك القصيدة قلت يا شعري تعال يا ما كتبنا من قصيد بناس ما تستاهله بناس ما تستاهله. يوم استوى حبك القصيدة قلت يا شعري تعال يا ما كتبنا من قصيد بناس ما تستاهله. غرات الجوس حالهم من أصبح مثل الخيال ما هي غريبة من بشر للمصلحة مستصلة. يا جعلهم كمن تربع فوق صرح العز عد قبله عيال أنا أشهد أن المدحية للمرجلة يستاهلة. مسند ومسند يستحق أكتب له بيوت انجزة للليل فعل الخير دايم مدته مستعجلة. يا مرحبا باسم هلا وعدادي ما لاح الخيار ترحيبة للطيب مليانة كرم مكملة. للطيب هلا يا مرحبا من طيب راس ووسع بال يا مرحبا الكريم اللي مدح الوقت وقروم الرجال قبل يمدحوا أهل البشوت اللي تفك على قبله. أبو سفر مسند لياسف أنت لازم نثقل بعد الله إنه ما يخيب لك رجل زبنت له. طيب وكرم راعي وفا ومعرب أعمام وخوال محدر يخالف كالكلا من قلت راعي مرجله. أنا أشهد أنه مزمن للي تعشت الليال واللي يا علي بن الخوال الله يهنيكم ويصلح ما عطى ويكمله. يحفظي قوم عزهم لعل ما يجي هالزوال عشوا على عز وفخر يوم السنين الممعلة. ربع اللي يدك الوضع الساحات وزاد الهبات تقل على نوس الطغى من الشجاعة مرسلة. أضيفي وفواجبة حييني سمحين القبل ضاق بين الجار ضاق معه من حرص الصلاة. جعلهم يفقوا نراع المرجلة في كل حال اللي على عرش الفخر ما قل جهد يبذله. كمن تربع فوق صرح العز عد قبله عيال أنا أشهد أن المدحية للمرجلة يستاهلة. مسند ومسند يستحق أكتب له بيوت انجزة الليل فعل الخير دايم مدته مستعجلة. يا مرحبا باسم هلا وعدادي ما لاح الخيار ترحيبة للطيب مليانة كرم مكملة.
عزهم لعل ما يجيها الزوال عشوا على عز وفخر يوم السنين الممعلة ربع اللي يدكر ورا الساحات وزاد الهبات قل على نوس الطغى من الشجاعة مرسلة الضيف وفواجبة حييني سامحين القبر مضى قبال الجار ضاق معه من حرص الصلة لوي حمد فيهم من الفرس ساطين القتال روس القلال يوم النهاب السيف الأجرد والحمى دون الحلال كم من خصيم عقبهم عقبة ربي هرملة يوم النهاب السيف الأجرد والحمى